السلام عليكم دكتور محمد بيزدران، رئيس اللجنة الطبية ديال الحسنية تكادير ورئيس الجمعية الجهوية للطب الرياضي بسوس مسا، وعضو في اللجنة الوطنية ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. بطبيعة الحال كنشكروا قناة شوف تي في اللي هي قناة يعني اللي كان مستحبوها بزاف وكنتفرج فيها ونكون بين المحبين ديالها لانها كتطرق المواضيع كثيره فيما يتعلق بكورونا. بطبيعه الحال يعني جاء وقت ديال الحسنيه وعدد كبير من الفرق في البلاد ديالنا يعني تقاسوا بهاد الجائحه. بطبيعه الحال اللي رغم كل الاحتياطات ورغم الحجر الصحي ورغم كل، لكن هناك دائما المشكل ديال هاد الفيروس اللي هو كيتنقل بواحد السرعه كبيره بطبيعه الحال وصعيب باش يتغلب عليه الانسان. والان بطبيعه الحال عندنا 9 ديال الحالات اللي هي 9 الحالات في الكبار، وكانت عندنا واحد الحاله ديال ديال الصغار ديال في ليسبوار اللي هي دابا تقريبا في طور الشفاء. و9 الحالات هادو فيهم 5 ديال اللاعبين ديال الفريق الاول، وكذلك الاختصاصي في الترويد والمعالج، وكذلك هذا الشارجي ماتيريال لان المكلف بالامتعه، وكذلك المدرب الحراس. يعني انه قصد من كل من الطاقم وكذلك من اللاعبين وجميع درنا الجنين. يعني كنا كنديروا دائما تحاليل في اي وقت كان هناك اعراض كنديروا التحاليل بطبيعه الحال. وعندنا اتفاقيه مع مختبر خصوصي اللي كيسهل لنا الماموريه بطبيعه الحال. وهنا دابا حنا قمنا بجميع الاجراءات وجميع الحالات هادو راه مشاو خذاو داروا التحاليل ديالهم بالخصوص الكشف عن التخطيط القلبي، ثم خذاو الادويه ديالهم وغادي يكونوا ان شاء الله في الحجر، غادي يكون في بيوتهم. وغادي نقوم حنايا انا ودكتور قرقاش بهذا بالمتابعه بتنسيق بطبيعه الحال مع اللجنه الجهوية لوزارة الصحة حتى يوصل النهاية ديال الحجر الصحي اللي هو 14 يوم. بطبيعة الحال هناك بعض اللاعبين اللي هما كي أساسيين في هذا، ولكن كنظن بأنه من هنا يعني إلا درنا واحد العملية حسابية غادي يكون، ولكن حتى لا بريباراسيون دو الماغازيج غادي يساليو قبل هذا، لأن لا دومي فينال فيما يتعلق بالبطولة كنظن بأن الأمور تحسمات على أن الحسنية نقولوا يعني حسابيا مثلا يمكننا نقولوا تصوفات، لان 34 نقطه يمكن كتحميها من هذا. ولكن اللي كان مهم بزاف اللي هو الهدف الان وهو نصف النهائي ديال الكاف ديال البطولات الافريقيه، وكذلك النهايه بطبيعه الحال. هناك اللاعبين يعني واحد 3 اللاعبين اللي هما اساسيين اللي كنتمناو بون، لانه نقولوا بان من هنا 9 ايام نديروا لهم لي زاناليز ديالهم. الا جاب الله ان هذا الفيروس هذا مشى، راه يمكن بطبيعه الحال يستركوا باش يمكن يلتحقوا بالفريق بطبيعه الحال اللي حاليا. واللي كاين وهو ان حاليا عندنا واحد 3 الاصابات بطبيعه الحال. فيما يتعلق بالاصابات كاين الحواصلي بطبيعه اللي هو عنده واحد الاصابه في اخر مباراه، وغادي يستأنف ان شاء الله في 12 في هذا الشهر بطبيعه الحال. ودرنا له واحد العلاجات يعني
يعني مركزة باش نحاولوا نسترجعوا كحارس رسمي بطبيعة الحال. ثم هناك أيضا جوج اللاعبين اللي حاليا بون حتى هما غادي يسترجعوا، وقاموا اللي دار عنده في واحد الإصابة في فلاش فلاش الشوبي ديالو، ولكن غادي إن شاء الله غادي يسترجع الأمور ديالو. وكاين بن حسين بطبيعة الحال اللي عنده واحد حتى هو عند التمزق، وحاليا لأنه كان استعملوا واحد الطريقة وكان خدموا بطبيعة الحال بواحد طاقم طبي متكامل بين دكتور قراش اللي هو في الميدان وانا اللي بطبيعه الحال رئيس اللجنه، وكذلك بعد الاخوان كدكتور هبتي ودكتور ايتي سي هنايا، باش كنحاولوا نديروا جميع الوسائل ديال الطرق ديال باش نسرعوا بالارجاع، بحيث انه الا كان داك التمزق كيتدار واحد النوع من كنخويو داك الدم، ثم كيتدار فيه واحد لو بي ار بي واحد الماده اللي كتخاد من اللاعب، وهذا كيعجل بطبيعه الحال كيعجل بالشفاء، ثم كيرجع في واحد الوقت معين، وحتى داك الشفاء كيكون مهم جدا. هذه هي الطرق بطبيعه الحال اللي غتجعلنا غنسترجعوا تقريبا كل اللاعبين، وبالخصوص قبل نصف نهايه لاكاف.